بما أن عندهم الإمكانيات اللي هي متاحة لهم اليوم، يمكن له يعمل فيه غير بالتليفون، يمكن له يعمل فيه بزاف ديال الحوايج. ولكن هنا كنشوف هنا على أن الرواد، أنا كنوجه هذه الكلمة للرواد السينمائيين، الناس اللي سبقوا هذا الشباب، الناس اللي وصلوا لواحد المستوى، يعني من خلال ديك التمارين اللي ضربوا، ديك الأشياء اللي عملوا، يقربوا لهم ديك المسافة. باش غيقربوا لهم ديك المسافة هي أنا كنشكر الأستاذ عبيد على على النقد البناء ديالو والتوجهات اللي عطى الإخوان داك الشيء هذا. أنا كنتمنى على أن يكون دائما كاين داك التواصل مع هاد الشباب، ما تخليوهمش هما يجيو يطلبوا منكم، لا انتوما مشيو قلبوا عليهم، لان هما ولادكم. بحال الانسان كيقلب على، يعني الانسان كيقرا ولدو في المدرسه، واش المدرسه كتجي عند با تقول له ولدك راه شنو، هو خصو يمشي يشوف. هذا من باب اتفق معايا قصد، يعني كيخصو ولو مره مره بين الطرفين. لا لا يكون ديك التبادل، ولكن دائما تكون من عندكم انتوما ديك يعني كتحفزوا هم كيحسوا بكم، راه انتوما يعني كاين الدفء ديالكم. هذا غير من بين التوصيل، ولكن كنتمنى مستقبلا يكون هذه المسائل. ولكن انا الجانب الوحيد اللي همني في واحد في الفيلم الثاني اللي هو داز في المستشفى اللي كان السبيطار، يعني شفت واحد السيد مات تما وانا تزاد تما، انا مزود في هذا السبيطار، انا عريشي، ولكن خرجت من العريش عندي 4 شهور، عندي 4 شهور، يعني ما دركتش نعمل مصادرك ولا نقرا مع شي واحد ولا شي واحد نعرفه ولا يعرفني، ومشيت عيش في طنجة الى يومنا هذا. وانا فنان تشكيلي، يعني عندي إلمام بالميدان السينمائي، اهتم بجميع الثقافات وجميع الفنون، ولكن الميدان الاختصاص ديالي هو الفن التشكيلي، هذا هو الجانب. وشكرا، وكنتمنى للشباب التوفيق والجمعية ديالكم ان شاء الله.